وصل صوتك. Normalement, cet aéroport-là, c'est pour les vols charter. De deux,
C'est pour, surtout pour nos touristes, les touristes qui viennent avec des agences de voyage. Quand ils vont voir ça, ils vont plus venir. Je suis désolé, ils vont plus venir. Ils vont plus sentir la sécurité. Vous avez fait ça, vous avez vu ce qu'ils ont fait à moi, juste parce que j'ai protesté. Juste parce que j'ai protesté, c'est tout. نحتاج على الطريقه التي تم استقباله بها. هذا ما هوش رسمي، موكب رسمي يتعمل الشيخ وهابي سلفي. مش نتاع تونس، سامحوني كان انا غلطه، قولوا لي يا رجال ما هوش نتاع تونس انه يتم استقباله وفي مطار غير المطار. هذا يا انسان المفروض يا ما مشيت لمصر نخرج من المطار الاخر، علاش نخرج من المطار هذا؟ عباد جايه وينو علم تونس؟ كي تحبوا تستقبلوا ناس رسميه مستقبلوا بمعلومات تونس مش بعلم العقاب. لازم يحترمونا شويه ويحترموا نضالات الشعب ويحترموا ناس قاعده في النفيضه تموت وفي القصرين تموت. وحبيب اللوز لبس لي جبه ومهندم لي وجايني. يحبوا يدخلوهم من التشريفات وشوف هذا الكل، شوف هذا الكل، ورينا لجان اخرى زي رينا لجان. قال لك نحن لجان نتاع التنسيق، عليه بوليسيتنا ما عادش عندهم الامكانيات. هذا اللي ما عادش معناتها اللي هذا يا امن موازي موجود، حكومه في حكومه موجوده. يا سعاد يا سعاد من المهزلات ولينا نعيشوا فيها كل يوم. الاستاذه ليلى بن دبا، اليوم تحديتي ذهل الاسلاميين المتجمعين في مطار تونس قرطاج باستقبال الداعيه الاسلامي او من يوصف بالداعيه الاسلامي محمد حسن، ورفعت شعارات ضد هذا الداعيه. انا ما رفعتش شعار ضد هذا الداعيه، هذايا لا ينتمي الينا ولا ننتمي لملته. هو وهابي يؤمن بمحمد بن عبد الوهاب، وإحنا نؤمن بمحمد بن عبد الله رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان ما يعنينيش، كل معناني وهو أنه لماذا كل هذه البهرج في استقباله؟ علاش هالاستقبال الرسمي؟ لولا دمغة هذه يعني صورة ينقلوا فيها لدمغجة أكثر ما يمكن من شبابنا اللي قاعد يموت في سوريا، من شبابنا اللي قاعد معناتها يشمي في فلذات أكباد أمهات. باش ينشروا فكر وهابي سلفي يبشروا فيهم بالجنه باش بارضاع الكبير وبختان البنات. يعني انا ما هو اصلا ما يعنينيش، انا انسان عندي من الوعي والثقافه اللي خليني ما ننغمسش في الكلام اللي يقوله هو. تو وجدي غنيم يسبوا، يعني اتصور انت وجدي غنيم في بعض الفيديوهات موجوده على اليوتيوب يسبوا ويقول عليه وهابي، يعني ينشر في الفتنه وينشر في وين يمشي ينشر الفتنه. ولده عنده مرسيدس اخر ديغنيك خي ما بعثوش يجاهد. ايش في كونتخدير بل الثوره 25 جانفي في مصر قال لك الخروج عن الحاكم حرام، كي حس مبارك باش يطيح بدل اللغه. يعني هذا انسان منافق جايبين شكون جاي يستقبل فيه؟ زوز من اعضاء من المجلس التاسيسي. لا ما هياش مهمتهم انهم يسهلوا له دخول عن طريق المطار اللي المفروض ليزاجونس دو فواياج تجيب فيه السياح نتاعنا، من المنظر اليوم شافوه ومن التشجيع على السياحه. طيب ليلى، حضور حبيب اللوز وكذلك صادق شورو من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي عن حركه النهضه، كيف تقرأينها؟ انا اقراها وانهم هم فعلا سلفيين وليسوا من الاخوان المسلمين. يعني حركة النهضة منقسمة إلى إخوان وإلى سلفيين، وما يقولوش بعض ويدعيوا وأن ما فماش سلفية هوني في تونس، وإلا هما بعض كما يقول الغنوشي يبشرون بثقافة. لا، ثقافة متأصلة فيها حركة النهضة، السلفية الجهادية متأصلة في حركة النهضة.